موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سيختفي قريبا عن وجه الشبكة العنكبوتية، إجراء حازم أعلن عنه مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ استنكارا لحجم الضرائب المتوجبة عليه هذا العام والتي بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي. زوكربيرغ أعلن عبر صفحته الشخصية أنه سيتم إغلاق فيسبوك خلال الأشهر الستة المقبلة، مطمئنا مستخدمي الموقع بأنه سيصمم لهم بديلا في أقرب وقت. وللتذكير، أحد مؤسسي فيسبوك إدواردو سيفرين كان قد تخلى عن جنسيته الأمريكية قبل عام أيضا بسبب الضرائب. واليوم هو 1 نيسان أبريل، وجب علينا تحذيركم من كذبة نيسان. نهاية هذه النشرة، ابقوا معنا.